السلام عليكم يا أصدقاء، معكم يا سوتو من لعبة جامب فورس. هذه قوتي لحد الآن، أصبحت عندي في الهيل 18584 وفي الهجوم 751، وراهين على أن عندي في الهجوم أكثر من 751 صراحة، لأن الهجمات التي اخترتها فإنها قوية جدا. أما بالنسبة للهيل، نعم 18000 ونصف تلك هي الهيل خاصتي. في الحلقة السابقة تعاركنا ضد العديد من الشخصيات المهمة ولم يريدوا الانضمام لنا، مثل هيسوكا، مثل كذلك البلاك بيرد، والآن استدعانا المدير لكي نقوم بالمهمة الرسمية وسنسافر لمنطقة أخرى خطيرة، وقالوا لنا بأنهم رأوا ذلك الشرير الذي اسمه كين بالقرب من سفينة فريزا. سأذهب مع لوفي to observe not to engage. فهمتك يا أيها البوس، تحياتي لك. قال لنا بأن علينا الذهاب فقط لكي نرى ونشاهد ونتجسس عليهم وليس لكي نهجم. وكين هل فعلا جاء لهذا الكوكب أم لا؟ واو، كوكب رائع جدا، الجرافيك في هذه اللعبة ما تقون جدا. وصلنا للمنطقة teleportation complete. لوفي أعجبها المنظر، مسكين صديقنا لوفي جوعان يريد الأكل. أوه، ظهرت السموم الفينمز يا حبيبي، علينا العراك ضدهم، انتهى وقت النزهة، حان وقت العراك. خذ، جيد، دمرته يا حبيبي. مرة أخرى الراسينغان، في هذه المرة سأتوغل. لم أصيب، أصابني الكلب. في هذه المرة أنا كذلك أحكمت إصابته. مرة أخرى، ممتاز، دمرته يا حبيبي. هيا خذ الراسينغان، أصابته بالراسينغان، ممتاز. في آخر لحظة هيا أصابني هو كذلك، لكنني سأدمره. الحمد لله، هيا أصابني. الآن سأصيبه وسأدمره. هيا أملأ سبيشال أتاك وفاير بول جوتسو، يريد التسديد علي بقدرته الخارقة وأصابني بها. مع الأسف أصابني بها في آخر لحظة، حاولت الدفاع، تأخرت شيئا ما. ثاني يوم واحد فقط وأنزل الهيلت كثيرا، هذا الشخص خطير، لا يجب علي الاستهانة به. الآن سأتوغل، هيا سدد علي، سأدمره بالسولار كاميهاميها. أحسنت يا سوتو، فجرت أبو الكلب. ولماذا لم أنزل الهيلت الخاصة به كثيرا؟ هيا خذ راسين تشوريكين ودمرته في الأخير براسين تشوريكين. شخصيتي قوية جدا يا أحباب، رفعت مستواي للسابع عشر. أنا بخير يا صديقي لوفي، لا تقلق. سألني لوفي هل أنت بخير، فأجبته بأنني بخير. هناك آنسة تطلب المساعدة، أين هي؟ لم أرها بعد، سمعت فقط الصوت. أين هي؟ ماذا فعلوا لها؟ أين أنت يا آنستي؟ هانغون قال لها هذا الشخص فارسك فإنه في طريقه، يحب مساعدة الفتيات. ذهبنا لبعث آخر. غريب، تلك الآنسة حملت معها ذلك الكتاب، كتاب السحر الأسود. هل أنت بخير يا آنستي؟ هل في هذا الكوكب منطقة ثلجية؟ لست متأكد، أم أننا انتقلنا لمنطقة أخرى؟ علينا العراك ضدهم لكي ننقذ تلك الأنسة. حسنا، لا تقلق يا صديقي يا لوفي، سأدمرهم. في هذه المرة سأحاول استعمال لوفي لأنه لم يسبق لي أن استعملته. حسنا، لم أصيب، الآن لم أصيب، أصابني الكلب. هيا الراسينغان، مرة أخرى أصابني، هذا الشخص خطير جدا، لا يجب علي الاستهانة به. حان وقت تدمير الآن، خذ، سأرسل للصديق الآخر. أحسنت، هيا دمره، لم أصيبه، سأصيبه الآن. أحسنت يا صديقي، الآن سأرسل عليه لوفي وسأسدد عليه بسبيشال أتاك. أحسنت يا صديقي، أصابته بتلك سبيشال أتاك خطيرة جدا. شاهدوا الهيت، هل ستنزل كثيرا؟ لم تنزل صراحة كثيرا، برغم من أنني أصبت بسبيشال أتاك. سدد علي بهذه الأشياء خطيرة، تشبه تقريبا راسين تشوريكين. المهم سأقترب منه، سدد علي، ممتاز، أصبته يا حبيبي. وسأرسل لوفي، هيا لوفي أخرج. أحسنت يا صديقي لوفي، لم يصبني الحمد لله. بالنسبة لقدرات لوفي فإنني لا أعرفها، لهذا السبب لن أستطيع الاقتراب منها أصلا. Awakening Ability لم يصيبني، ممتاز، أصبته لكن لم أمسك جيدا. والآن أنهاني، سأنقذ تلك الآنسة، لا تقلقوا. راسين تشوريكين مرة أخرى، في هذه المرة سأخرج صديقي الآخر. هيا دمره، لم أصيبه، أصبته، ممتاز، أصبته بسبيشال أتاك. أحسنت يا صديقي، أخرج يا لوفي، هيا دمره يا لوفي بسبيشال أتاك خاصتك. أحسنت، تحول لوفي يا حبيبي. كيف هذا؟ لم أصيبه، نعم لم أصيبه، قدرة لوفي غريبة شيئا ما، طار فوق منه. لماذا طرت فوق منه يا صديقي يا لوفي؟ أوكي، دمره الآن. لكمة المحاربين الأقوياء، جيد، أحسنت يا صديقي لوفي. هيا أصابته، أبعدته، أملأ سبيشال أتاك، وهذا قدرة خارقة جدا منك يا لوفي، أحسنت.
اللكمة الخارقة جاي عندي لن يصيبني. أضربه مرة أخرى بتلك الكراج، لكن أين مرت تلك الكراج؟ عجيب، لست متأكد بالضبط أين مرت تلك الكراج يا أصدقاء، لكنها لم تصيبه. أصابته في السماء وقام بتشغيل هاي سبيد كونسميشن أو شيء من هذا القبيل، واستطاع إيقاف هجمتي في السماء. المهم سأخرج شخصيتي، أصابني بتشيدوري في آخر لحظة. واو، هذا الشخص سرق تلك الهجمة من ساسكي. ها هو، سأتركه حتى يهجم علي وسأدمره بالسولار كاميهاميها. من سيفوز، تشيدوري أم سولار كاميهاميها؟ أكيد سولار كاميهاميها، دمرته صراحة. لن أكذب عليكم، تعاركوا بشكل جيد وخطير، وخصوصا بعدما أمسكت بهم في تلك الهجمة وصعدت معها للسماء لكي أدمرها، استطاع إيقاف هجمة لوكي. كيف فعلها لا أعلم صراحة، كتبوا لي في الجانب بأن شغل قدرة خارقة، لست متأكد بالضبط، أتمنى أن أشغلها أنا كذلك. واستطعنا إنقاذ تلك الآنسة، حملها صديقنا وسنهرب وسنعود للبيز. ليست لدينا القدرة لكي نتعارك ضد السمو. عدنا عند المدير، أخبرناه بأن هذه الفتاة التي قام السمو بالهجوم عليها، أنا أعلم أصلا لماذا هجموا عليها، لأنها عندها ذلك الكتاب، وذلك الكتاب رأيناه فقط في الحلقات السابقة عند كين. كين هو زعيمهم، هو صاحب هذا الكتاب. هل تسللت وسرقت من ذلك الكتاب؟ هل عندها قدرات خاصة؟ لا أعلم بالضبط، لكنها تتألم الآن أم هي نائمة وتحلم؟ طريقة تحركاتها غريبة. عندما ستستيقظ إن شاء الله سنعرف الجواب. أين هي تلك الآنسة؟ لقد اختفت، كانت نائمة هنا، أخذوها لغرفة النوم. هذه الآلة لا أعلم لماذا تصلح، فيها جي سكيل فيور، وإذا اخترتموها ستخرج لكم لائحة من جميع الشخصيات التي في إمكانكم اللعب فيها، وكل شخصية عندها هذه الأمور خاصة تهجاتهم. علامة الاستفهام، لم أفهم صراحة لماذا تصلح تلك الآلة. جئت لمنطقة لوفي وبالفعل استطعنا فتح مزيد من الميشنز. سأتي إلى هنا للأبغريدز أولا لكي أكتشف هل فتحت أبغريد جديدة أم لا. مع الأسف لا زلت لم أفتح هذه الأبغريدز، وهي لكي نبدأ هذه المهمة. استطعنا فتح خانة الإكسترا ميشنز. Various effects are granted upon clearing missions. إذا ضغطت على الإكسترا ميشن، Level 20 Limit Breaker Win the Battle. أوه فهمت الآن، إذا وصلتم للمستوى 20 فإن مستواكم سيقف عندها، وإذا أردتم السماح لشخصيتكم لكي تحصل على مزيد من المستويات فعليكم القيام بهذه المهمة. إذا قمتم بها، This mission raises your max level. ستضيف لنا مستوى آخر. Slash attacks are effective. Strike attacks are effective. فهمت الآن، لكنني سأركز فقط على المهام الرسمية لكي نقوم بالتختيم، وهي نسافر لسان فرانسيسكو. أستطيع اختيار فريقي كالعادة، ساسكي والشخص الثالث لا يهمني أمره، راندم. معركة ستكون شرسة ما لا نهاية من الوقت، هذه فإنها معركة حياة أو موت. ممتاز، أصبت يا حبيبي، هيا 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 دمينا. يا سلام يا سلام، أصبت، املأ سبيشل أتاك، خذ راسين تشوريكين. أصبت يا حبيبي براسين تشوريكين، هيا هيا هيا. أوه يوغي يو هو الشخصية الثالثة، أخرج أماتيراسو أولى، بل استعمل قدرتها الخارقة. أتمنى أن لا يصيبني، الحمد لله لم يصيبني يا حبيبي. هيا أماتيراسو الآن، أصابته بالأماتيراسو، سأهجم عليه دمره. أصابته وأصابني هو كذلك بسبيشل أتاك، وأخرج للشخصية الأخرى. ما لبت أن أنزل إلى الأرض حتى أصابني في السماء، جاء عندي. ممتاز، أصابته يا حبيبي، أحسنت. بعد هذه الهجمة سيخرج يوغي، هيا يوغي اخرج، وسيدمر يوغي بسبيشل اتاك. استدعينا التنين سلايفر سكاي دراغون، هيا دمره، انهيه انهيه يا يوغي. الضربة الخارقة الان، لم انهيه مع الاسف، استعمل الغاردين، لا مشكل لدينا. دارك ماجيشن، هيا دمره، احسنت. او جاء عندي، اصابني. هذا الكلب خطير خطير يا اصدقاء، احسنت، هيا ممتاز. كيت أن أسجنه، تعال تعال اقترب وسأسجنك يا أيها الغبي. بلاك ماجيك، ممتاز، سجنته، حسنت، بلاك ماجيك ودمرته في الأخير. يوغيو خطير هو كذلك. أنهينا السموم في سان فرانسيسكو، الآن سنسافر لباريس. سافرنا لباريس، دمروا باريس، جميع البنايات مدمرة وساقطة في الأرض. هيا نملئ سبيشل أتاك، خذي راسين تشوريكين. ستلاحظون كذلك بأن طريقة عراكي لقد تغيرت شيئا ما، أصبحت أنغامس، أصبحت أدمر راسين تشوريكين، وأصابتني، نعم، عندها التسديدة الخاصة بساسكي، حسنا، لم أصيبها، الآن، أمسكت بها، لا لا لا، ما سيمبو سامبو، حسنا، ممتاز، دمرها أنت، أحسنتم أحسنتم أحسنتم، هيا هيا تحرك، ممتاز، الآن، أصابني، هيا الآن، هيا الآن، جيد 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 جيد، أصبتها، ممتاز. أنزلت أبو الكلب للأرض، الآن جيد أحسنت، هيا هيا صديقي،
مشكلة مشكلة مشكلة. ضغطت على الجاردين لكنها أصابتني. هؤلاء الأعداء إذا أصابوكم فإن الهيلث عندكم ستنزل كثيرا. تريد تسديد علي بالسبيشال أتاك؟ اخترت الجاردين الحمد لله، لم أتسرع في هذه اللحظات، لم أهجم عليها. هيا اقترب، دمرها الآن وخرج أنت. ممتاز. هيا سبيشال أتاك، لم أصبها بتلك السبيشال أتاك. ممتاز، أحسنت أحسنت يا صديقي. دمرها دمرها مرة أخرى. هيا أصابتها، سبيشال أتاك في الأرض. أخرج يا ياسين، الراسينغان. أوه كيف هذا؟ كيف استطعت إيقاف الراسينغان خاصتي؟ واو هذه الأنسة خطيرة، علي الحذر كثيرا أثناء تعاملي ضدها. راسين شوريكين، أصابتني أصابتني يا أصدقاء. استغلت الفرصة حتى سددت عليها بالراسين شوريكين فدمرتني بالفاير بول. راسينغان أصابته، خرج أنت. هيا صديقي شيدوري، ممتاز راسينغان والشيدوري دابل أتاك. فاير بول جوتسو، جيد حرقتها. هيا جيد 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 جي. لا مشكل لا مشكل، أصابته سأدمره في هذه اللحظات. أحسنت يا صديقي ساسكي، أخرج أنت. أنهيه أنهيه، هيا أخرج. أوه كيف هذا؟ أنهيه أنهيه يا صديقي، ممتاز لم يتبقى الكثير، سأنهيه الآن. أولا سددت عليه بسبيشال أتاك، ليست لدي هيلث كثيرة، على الأقل لم تصنع إصابتي بشكل جيد. هيا أنهيها، ممتاز أصبتها بالميغان لكني لم أصيبها بشكل جيد. أو سبيريت غان الآن، أرجوك دمرها بسبيريت غان، أنهيها يا صديقي. وبالفعل استطعت إنهاء سبيريت غان، أخيرا أصبتها. واو معركة شرسة جدا فجرتها في السماء. استمتعوا بالألعاب النارية. المعركة ضد هؤلاء السموم صراحة لم تكن سهلة أبدا، عانيت لكي أفوز عليهم. هل في إمكاني شراء الأبجريد؟ أرجوكم أحتاج لهذه الأبجريد. كيف هذا؟ كيف سأستطيع الحصول على سكيل إنرجي جورين؟ أحتاج لـ 12 من سكيل إنرجي جورين لكي أستطيع رفع المستويات هنا. سأبحث في الإنترنت لا تقلقوا، بعدما سأنهي هذا المقطع سأبحث كيف في إمكاني الحصول على سكيل إنرجي لكي أضيف السكيلز. الشوب كذلك لا أستطيع شراء أي شيء، في إمكاني شراء فقط الأوتفيت، وصراحة لا توجد هناك أوتفيت مميزة لكي أشتريها. لا استطعت فتح هاتين. اغلب الاوتفيتس المفتوحه الان فانها اوتفيت خاصه باناميات اخرى وليس بناروتو. تقريبا اغلب المهام انهيناها الان. منطقه ناروتو الان وصلت وبدات كاتسين. جاء هذا الشخص الكلب يتكلم مع ناروتو. لايت ياغامي سال ناروتو على الفتاه التي اسمها ميزا ايمين، اعتقد تلك هي الفتاه التي وجدنا عندها ذلك الكتاب ويريد ان يكتشف مكانها لكي يقوم باختطافها او سرقتها من عندنا. سالها ناروتو هل تلك هي حبيبتك، لكن هذا الشخص لا اعلم ماذا قال لها بالضبط لاني لم اقرا. فقال لها ناروتو لا تقلق، اذا سمعت خبرا عنها فانني ساجيبك. هذا الشخص لحد الان لا زلت لا اثق فيه، اعتقد بانه يشتغل مع زعيم السموم وهو من بين الخوان الذين علينا الحذر منهم كثيرا. وها هي الانسه. ار يو بيتر اوريدي، هل اصبحت بخير يا انستي؟ بعدما نامت استعادت قواها ومع الأسف لا تتذكر أي شيء، تتذكر فقط اسمها، اسمها إنجيلا. معلوماتي تقول أن هذه الآنسة هي كذلك محاربة قوية جدا، تعاركت ضد كين واستطاعت سرقة ذلك الكتاب منه، وكين في نفس الوقت استعمل قدرات سحرية لكي يفقدها الذاكرة، حتى إذا ما مثلا قمنا بإنقاذها نحن فإنها لن تستطيع أن تخبرنا بأي شيء. هذا هو استنتاجي، لكن الآن سأودعكم. أتمنى صراحة أن المقطع الخاص باليوم أعجبكم، ترقبوني إن شاء الله في مقطع جديد من لعبتكم لعبة جامب فورس. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.